ممكن تتعرف على شخصية شريكك بشكل أفضل في فترة الخطوبة. فترة الخطوبة هي الفترة اللي بيختبروا فيها الخطيبين شخصياتهم مع بعض حتى يقدروا يتوقعوا كيف رح تكون حياتهم الزوجية وقديش في توافق بينهم. لكن كيف ممكن إنه يتعرف الواحد على شخصية الشريك في فترة الخطوبة بأفضل شكل ممكن؟ من الواضح إنه فترة الخطوبة هي الفترة اللي بيقضيها الشخصين حتى يتعرفوا على بعض، لأنهم بدهم يعيشوا سوا وتحت سقف واحد. وعشان هيك بدي أدردش معاكم في كيف تتعرف على شخصية الشريك. لازم يكون في هواية مشتركة. من أهم الأمور اللي لازم تكون موجودة بينكم هي هواية واحدة على الأقل. مش معقول ما في ولا هواية واحدة مشتركة، وكل واحد فيكم له هواياته الخاصة المختلفة عن التاني. مع إني عم بأكد مش لازم 100% يكون في تطابق تام بينكم، لكن الأفضل والأجمل إنه على الأقل هواية واحدة مشتركة تستمتعوا فيها سوا وإنتوا بتعملوها مع بعض. يكون في أرضية مشتركة للتعامل، لازم يكون في نقطة انطلاق وتكونوا متفقين عليها. يعني ما بينفع ما يكون عندكم رؤية مشتركة أو قريبة من بعض، أو كل شخص أفكاره تماماً مختلفة عن بعض. عشان هيك ما بينفع. عشان تكونوا واضحين مع بعض وتعرفوا على شو متفقين وعلى شو مختلفين. معرفة الأفلام المفضلة. يعني هلأ ممكن تعرفوا شخصياتكم من خلال الأفلام اللي بتحبوها، فاسألوا بعض عن أفلامكم المفضلة أو روحوا على سينما وخبروا بعض على الأفلام اللي بتحبوها. فمثلاً إذا كان فيلم كوميدي، يعني الشخص بيحب يكون شخص مبسوط وبيحب يضحك والمزح والمرح. وإذا كان فيلم رومانسي فممكن يكون شخص حساس وبيحب الرومانسية. وإذا كان فيلم راقص فبيكون ميال للنشاط وكله طاقة. وإذا تراجيدي فممكن يكون شخص سوداوي مثلا. وإذا كان فيلم فكري أو فلسفي فهذا شخص بيحب المنطق وبيكون شخص تحليلي. شو نوع الموسيقى المفضلة؟ ممكن تكتشف شخصيته من خلال نوع الموسيقى اللي بفضلها. فمثلا إذا كانت كلاسيكية فهو شخص شاعري وعنده حنية وبحب الماضي. وإذا كانت موسيقى عصرية فهو شخص عملي. وإذا أجنبية فهو شخص عنده ثقافة واسعة ومنفتح. والموضوع ممكن يكون أكثر تعقيد لأنه الإنسان بيحب الموسيقى اللي بتشبهه وبتشبه شخصيته من الداخل. وممكن تكتشف أكثر عن شخصيته من خلال الموسيقى اللي بفضلها. مراقبة ردود أفعاله تجاه الأمور. ممكن خلال فترة الخطوبة إنه تحلل شخصية الشريك من خلال ردود أفعاله. بالضبط، ردود أفعاله كتير مهمة، لأنه اتجاه أمر معين بيصير معاه بيبين إذا كان عصبي، هادي، متزن، منفعل، عقلاني، حكيم، عاطفي إلى آخره. أو ممكن إنك تحكي إشي معين أمام شريكه من ردة فعله أو ملامح وجهه تعرف إذا كان بيحب هالموضوع أو لا، أو عادي أو حتى بيتنرفز منها.